بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كنا عملناه المره اللي فاتت تمام اللي كنا عملناه المره اللي فاتت ان انا كان عندي دي ان اس سيرفر، جيت افتحه كده دي ان اس مانجمنت، وكنا عملنا انتجريشن ما بينه وما بين الاكتف دايركتوري. عملنا انتجريشن ازاي؟ جيت على اسم الزون، كليك يمين بروبرتيز، وجيت على الاكتف التايب هو نوع برايمري، وحطيت علامه الصح دي. علامه الصح دي ما ظهرتش اصلا الا لما حصل ايه، الا لما حولت الدومين كنترولر. علامه الصح دي بتقول لي ايه؟ ان الزون ده ملفاته مش هتظهر تحت سيستم 32 تحت دي ان اس. امال ملفات الزون دي هتظهر تحت مين؟ تحت الان تي دي اس. حتى لما رحت ادور على الملف ساعتها لقيته اختفى. قلت لكم هيبقى تبع مين؟ البارتيشن اللي اسمه ابلكيشن بارتيشن اللي تبع الان تي دي اس، يعني مش هينفع افتحه تاني كده على طول، بيتفتح عن طريق الاكتف دايركتوري. ماشي يا شباب. عايزه دلوقتي بقى اتعلم ازاي ان انا اعمل اديشنال اكتف دي ان اس، او بمعنى ادق بنسميه سكندري دي ان اس. تمام. احنا كنا قلنا المره اللي فاتت كنظري كده ايه الفرق ما بين البرايمري والسكندري. البرايمري ده رايتابل، يعني تقدر ان انت تكليك هنا يمين وتقول له نيو هوست، تقدر تكليك هنا يمين على اسم الزون بروبرتيز، تدخل تحت مثلا حاجه اسمها ستارت اب اوثورتي وتعدل في الحاجات دي. تمام. لكن السكندري، تعالوا نجرب كده نعمل السكندري. المكنه دي اوريدي اعتقد ممبر من الدومين، احنا كنا عاملينها دي اتش سي بي صح؟ طبعا ريكومندد ان اي جهاز بيبقى ممبر من الدومين، اي سيرفر يبقى ممبر من الدومين. هي دي فعلا اسمها ماستر بسيدا دوت لوكال ممبر من الدومين. تمام يا شباب. هسطب الدي ان اس من سيرفر مانجر. خدوا بالكم هي ما هياش اكتف دايركتوري لا اديشنال ولا تشايلد ولا اي حاجه خالص. ده على البرايمري. انا دلوقتي على المكنه بتاعت السكندري خدت. بره بره. تحت اد رولز. يعني ايه بنعمل فيه؟ ساعه يعني؟ طب نخلص بس التسطيب وهو بيسطب. نيكست نيكست. وعايزه اسطب ايه؟ الدي ان اس. اد فيتشرز. نيكست. تمام. كله نيكستات. اكتف دايركتوري؟ لا. ما ننزل اكتف دايركتوري ولا مش لازم؟ طب ليه؟ ليه؟ انا عايزه المكنه دي تبقى سكندري دي ان اس بس، انا مش عايزاها تبقى اكتف دايركتوري. لانه خد بالك لو انا اصلا حولتها الاديشنال هو هيريبليكيت كل حاجه اصلا مع نفسه. تمام. هياخد كل حاجه من البرايمري. تمام. انما انا عايزاها مكنه اساسا عاديه جدا، كل اللي فيها ان هي ممبر من الدومين مش اكتر. اوكي. على ما يسطب بقى هنوقف الفيديو. خلص تسطيب الدي ان اس. كلوز. نفتح بقى الكونسول. تولز دي ان اس. تمام. تحت برايمري هدخل على الفورورد لوك اب زون. احنا اتفقنا ايه الفرق ما بين فورورد لوك اب زون وريفرس؟ واحد بيترجم من اسامي الاي بي، واحد بيترجم من اي بي ليست. هاجي على الفورورد لوك اب زون، نيو زون، نيكست. هخليه المره دي نوع ايه؟ سكندري. هخليه ايه يا شباب؟ سكندري. نيكست. اسم الزون لازم تكون بنفس اسم الزون اللي هناك سيتا دوت لوكال، لان انا هجيب اصلا الريكورد من الزون دي. تمام. وممكن تكون مختلفه عن اسم الدومين ولا لازم؟ لا، هو ريكومندد طبعا بنفس اسم الدومين عشان تبقى اصلا انتجريتد مع الاكتف دايركتوري. تمام. انما زي ما انت شفت كده البرايمري بتاعي عليه اتنين زون، واحده اصلا واخده اسم الدومين وعاملاها انتجريشن ما بين الاثنين، والثانيه ملهاش علاقه بالدومين اساسا. اللي هي كانت ياهو دوت كوم. اللي على البرايمري ده زون ولا ده زون؟ تمام. نيكست. مين هو اصلا البرايمري دي ان اس بتاعي؟ 192 168 دوت 1 دوت 200. واكليك كده في اي مكان فاضي، قال لي ان هو قدر ان هو يعمل له ريزولف. نيكست. فينش. تمام.
لو جيت افتح سيتا دوت لوكال اوبا ده ما جابش حاجه خالص. ليه؟ كسكيورتي يا شباب ما هو ما ينفعش اي حد يجي على كازي يسطب عليه ويندوز سيرفر ويكري الدومين او يكري زون بنفس اسم الدومين بتاعي وياخد كل الريكوردز. لازم البرايمري اصلا يسمح له انه ياخد الريكوردز دي. تمام؟ يسمح له ازاي؟ هاجي على مكنه البرايمري اللي انا مسميها بي دي سي وعلى مستوى الزون بتاعتي كليك يمين بروبرتيز هلاقي فيه هنا تابع اسمها زون ترانسفير. تمام؟ بيقول لي هنا ايه؟ هو على فكره ممكن يبقى علامه الصح دي مش موجوده، علامه الصح بيقول لي الاو زون ترانسفير. لو انا شلت علامه الصح انا مش هسمح بالزون ترانسفير خالص. طب لو حطيت علامه الصح ممكن اقول له اسمح لمين؟ لاني سيرفر اي دي ان اس سيرفر، وده طبعا كسكيورتي غلط جدا يا اسلام. تمام؟ الاوبشن اللي تحتيه اونلي ذا سيرفرز، ابعت بس الريبليكيشن، اعمل ريبليكيشن مع السيرفرات اللي موجوده في النيم سيرفر تاب. مين النيم سيرفر تاب ده؟ لو بصيت فوق كده نيم سيرفر، واجي هنا احط اسامي السكندري دي ان اس سيرفرز اللي انا هسمح ليها ان هي تاخد ريبليكيشن مني، يبقى اقول له هنا اد واحط الاي بي بتاع مين؟ السكندري. تمام؟ ده حل كمان. او ممكن اقول له اونلي تو فولوينج سيرفرز وبايدي احط السيرفرات هنا. تمام؟ انا ريكومندد ان انا اضيفهم في النيم سيرفر. ليه؟ النيم سيرفر بيبقى لسه ثابته كده على مستوى كل الزونز. تمام؟ لكن لو انا عايزه اسمح ريبليكيشن معين للسيرفرات مثلا لكل السيرفرات على مستوى كل الزونز، هقعد ادخل على مستوى كل زون واقول له اونلي تو ذا فولوينج سيرفرز واحطهم بايدي، ولا اقول له اللي موجودين في النيم سيرفر وخلاص، وساعتها على مستوى كل الزونز كليك يمين واقول له الاو زون ترانسفير اونلي تو ذا سيرفرز ان ذا نيم سيرفر تاب. فاهمين قصدي؟ لو انا جيت هنا حددت له اونلي تو ذا فولوينج سيرفرز اديت مثلا، تعالوا نجربها بالطريقه دي 192.168.1. تقريبا انت كنت حطيته من 220 يا خالد. ده السيرفر بتاعنا اللي احنا شغالين عليه دلوقتي؟ لا ده السيرفر التاني ماستر، هو جايبه اهو، هو ماستر. تمام؟ يبقى 220 فعلا. واخدين بالكم من العلامه الحمراء الغلط دي؟ عدوها طنشوها عادي وقولوا له اوكي. هو فعلا عمل له ريزولف. تمام؟ بس ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 على طول بيدي علامه الحمراء دي، ساعات يدي اخضر وفي معظم الاوقات يدي احمر. عدوها واوكي وهيشتغل ومفيش اي مشاكل. تمام؟ فلو قلت له ابلاي اوكي. لو جيت على الزون الثانيه كليك يمين بروبرتيز وكنت عايزه اسمح بالزون ترانسفير، هضطر برضو بايدي اقول له اونلي تو ذا فولوينج سيرفر واضيف بايدي. انما لو كنت على مستوى الاثنين قلت له اونلي تو ذا سيرفرز ان ذا نيم سيرفر تاب، كان ايه اللي هيحصل؟ مجرد بس ما يصير عندي سكندري جديد هروح داخله على النيم سيرفرز واضيفه، هيسمع على مستوى الاثنين زون. هيسمع على ايه؟ مستوى الاثنين زون ورايح دماغي وخلاص. تمام؟ تعالوا بقى نتست كده. ريفرش. ظهر اهم. عمل ريبليكيشن فعلا اهم. تمام؟ ساعات الخطوه دي بتطول، ممكن تقعد دقيقتين ثلاثه كده عادي مفيش مشكله، انا وحظي هنا المره دي عمل ريبليكيشن بسرعه. تمام؟ ساعات هيطول معاكم مفيش اي مشكله. طيب مش ده انا كده على السكندري؟ اقول لكم عشان ما تتوهوش، انا هضيفهم الاثنين في نفس الوزارة. انا كده ديت داخله على البرايمري، البرايمري ده اللي هو مين؟ الرئيسي الريد ورايت. هاجي هنا على مستوى كلمه دي ان اس واقول له كونكتد ودي ان اس سيرفرز، هكونكت على السيرفر اللي اسمه ماستر دوت سيتا دوت لوكال. المفروض اكتبه بالاسم العادي من غير الفولي كواليفايد دومينين. تمام؟ فعشان ما تتوهوش مني بقى، ماستر ده مين؟ سكندري اللي هيبقى ريد اونلي، برايمري ده مين؟ ده الرئيسي اللي هو ريد ورايت. لو دخلت على ماستر تحت فورورد لوك اب زون، تمام؟ انا دلوقتي على سكندري، كليك يمين نيو ريكورد. في حاجه؟ ليه؟ ريد اونلي. طب اجي اديت مثلا اي معلومات في اي واحد،
ده الجهاز اللي هو بتاع الرئيسي بيسجل نفسه او الجهاز بيسجل نفسه. شايفه عامل معايا. ما احنا اتفقنا انه حصل ريبليكيشن. تمام؟ اجي اديت في اي حاجه مفيش. طب على مستوى البروبرتيز بتاعته كليك يمين بروبرتيز ادخل هنا مثلا تحت ستارت اب اوثوريتي هنعرف ايه ده دلوقتي. قدرت اديت في اي حاجه يا شباب؟ يبقى تاكيد فعلا ان هو ريد ورايت ولا لا، ريد اونلي ولا لا، واضحه كده؟ يبقى تاني على مستوى البرايمري هدخل على اسم الزون بتاعتي كليك يمين بروبرتيز زون ترانسفير. اتفقنا تاني يا اما احدد له السيرفرات المعينه اللي عايزه يحصل ما بيني وما بينها ريبليكيشن، او اقول له ها اونلي ان ذا سيرفرز اللي موجودين في النيم سيرفر تاب، وادخل على النيم سيرفر وبايدي اضيف هنا مين ات، ممكن اديه له بالاسم وهيعمل له ريزولف، او اكتب له هنا الاي بي بايدي واضغط في اي مكان فاضي كده. انتوا حظكم والمره دي اداني علامه خضراء، المره اللي فاتت اداني احمر، حتى لو ده احمر اوكي عادي ومفيش اي مشكله. مش عايز يكون كده يا عم. في ايه؟ لا اله الا الله، ده معلق يعني ولا ايه؟ خلاص ابلاي اوكي. لو رحت برضو هنا على ماستر ريفرش كده فورورد لوك اب زون برضو ظهر، وباكد تاني ساعات بيقعد في حدود دقيقتين ثلاثه عدوا عادي ومفيش اي مشكله كده. السكندري فيه اي مشكله شباب؟ طيب لو جيت دلوقتي خلاص انا مش كده مش محتاجه السكندري في حاجه، ديليت عشان ما تتوهش مني، انا دلوقتي كده على البرايمري. لو جيت دلوقتي على مستوى الزون بتاعتي انا برضو مش محتاجه ياهو دوت كوم دي، انا هركز دلوقتي على الزون بتاعتي اللي هي سيدا دوت جوجل. لو جيت دلوقتي على مستوى الزون دي هلاقي كده اصلا في اول ريكورد اتعمل عندي اسمه ستارت اوف اوثوريتي، وتاني ريكورد نيم سيرفر. قلت لكم المره اللي فاتت الاثنين زون دول اصلا بيتكريتوا باي ديفولت، مجرد ما بكريت زون الاثنين دول اصلا بيظهروا كده. تمام؟ جواهم ايه زي ما اتفقنا؟ جواهم معلومات عن السيرفر ذات نفسه. لو جيت ادخل على نيم سيرفر دبل كليك على الريكورد اخدتوا بالكم دخلني على مين؟ على نيم سيرفر تاب، يعني كاني بالظبط جيت على مستوى الدومين كليك يمين بروبرتيز ودخلت على التابه بتاعت نيم سيرفر. تاني سجل عندي تاني ريكورد عندي اللي هو ستارت اب اوثورتي، يا اما ادبل كليك هنا يا اما كليك يمين بروبرتيز وادخل على التابه بتاعت ستارت اب اوثورتي. تعالوا نشوف بقى المعلومات اللي قدامي دي بيقول لي فيها ايه. اول حاجه السيريال نمبر. ايه السيريال نمبر ده؟ السكندري دلوقتي مش المفروض يروح للبرايمري يبدا يعمل منه ريبليكيشن؟ ايه اللي يحفزه انه يروح يعمل ريبليكيشن دلوقتي؟ لا هو الاول طبعا كل فتره زمنيه معينه هنشوف قد ايه هيروح للبرايمري المفروض يقول له ايه؟ انا عايز اعمل ريبليكيشن منك. تمام؟ ايه اللي يحفزه انه يعمل ريبليكيشن؟ يبدا يعمل داونلود للريكوردز لو لقى السيريال نمبر ده زاد. بمعنى انا لو رحت على السكندري دلوقتي هلاقي السيريال نمبر عنده كام؟ 33. فلو جالي يعمل ريبليكيشن لو لقى السيريال نمبر هو هو هيعرف ساعتها ان ما حصلش اي ابديت. تمام؟ لكن لو جيت مثلا كريت ريكورد او دليت ريكورد، تعالى دليت ادلت مثلا الريكورد ده ديليت ريفرش. لو جيت تاني كده على ستارت اب اوثوريتي الرقم ده كان 33 زاد ولا لا؟ تمام؟ اي اكشن انا بعمله سواء ديليت سواء كرييت سواء اديت، تعالى اديت في اي ريكورد منه بي سي 1 مثلا الاي بي بتاعه بدل 100 هخليه 101. هو ده في انهي دي؟ انا كده على البرايمري، انا دلت خلاص السكندري مش دلته اقصد يعني شلته من الكونسول. تمام؟ ريفرش كده. لو جيت على الستارت اب اوثوريتي الرقم بيزيد ولا لا؟ تمام؟ طبعا المره اللي فاتت حد يقول لي لما اتدلت زاد قوي كده ليه؟ ما هو ممكن يكون في كذا اكشن بيعتبرهم يعني اكشن معين بيعتبره هو كذا اكشن. تمام؟ ايا كان المهم دلوقتي السكندري لما يجي لي هيلاقي الرقم ده زاد. تمام؟ هيعرف ساعتها ان حصل تغيير يبدا يعمل داونلود للريكورد دي. انا ممكن زي ما اتفقنا الرقم ده ازوده ازاي؟ بان انا اعمل ايديت في الريكورد بتاعتي او كرييت او ديليت او ازوده بايدي، اجي هنا واقول له انكريمنت.
يبقى انا كده بحفز السكندري ان هو يعمل داونلود للريكوردز دي عنده. واضحه؟ طيب البرايمري سيرفر مين هو؟ مين هو الجهاز الرئيسي؟ دي ان اس الرئيسي برايمري دوت سيتا دوت لوكال دوت ايه الدوت اللي في الاخر دي؟ الروت هنت. مش اتفقنا ان الروت هنت اصلا كده كده وهو بيرزولف بيبدا يبص الاول للدوت وبعد كده دوت لوكال وبعد كده سيتا دوت لوكال واخر حاجه بيبص لها برايمري؟ تمام. طب مين الريسبونسبل بيرسون؟ مين الشخص المسؤول عن الدي ان اس؟ ده الايميل بتاع الشخص المسؤول عن الدي ان اس اللي هو مين؟ هوست نيم. ايه ده؟ مش احنا متعودين ان الايميلات بتبقى ات؟ بس الدي ان اس ما بيفهمش الات. الدي ان اس ايه؟ ما بيفهمش الات. فبنستعيد او بنستعيد عن الات بالدوت دي. هوست نيم ات سيدا دوت لوكال. يا محمد تمام كده؟ طيب ريفرش انترفول. ايه ده؟ مش احنا لسه قايلين ان السكندري المفروض يروح للبرايمري يعمل منه ريفرش او داونلود للريكوردز الجديده؟ هيروح له كل ربع ساعه. هيروح له كل قد ايه؟ لو انا غيرت التايمر ده انا كده بقول له يا سكندري تعال لي كل تلت ساعه. هو ممكن هو ده بيسمح ليك ايه يا باشا؟ البرايمري سيرفر يكون ايه؟ لا عادة هو بيحط هنا الايميل. طبعا انا ما عنديش هنا اكستشينج سيرفر. تمام. لو عندك اكستشينج بتبراوز على الايميل بتاع الراجل اللي هو فعلا المفروض اي حاجه تحصل فيه تتبعت على ايميل الراجل ده. بس الفكره تاني افرض ان انت عايز تبعته على ادمن @سيتا دوت لوكال تكتبها له ايه؟ ادمن دوت سيتا دوت لوكال. طبعا هنا ما عنديش هوست ماستر ده ما مش موجود فهو لازم يبقى فيه هنا خانه بس حاجز نفسه خانه مش اكتر. انما هيتبعت لمين؟ مش لحد. فحالتي مش لحد. هنا في الواقع في البرودكشن اريا المفروض تكون حاطط ايميل الشخص فعلا اللي ريسبونسبل عن الدي ان اس سيرفر. تمام. طيب قلنا تاني الدي ان اس في حالتي هيجي لي كل ثلث ساعه انا غيرتها. طب لو البرايمري كان واقع السكندري هيحصل ايه؟ هيستنى الريفرش انترفال اللي هي 10 دقائق ويجي له تاني. هيستنى ايه؟ 10 دقائق ويجي له تاني. طب لو فضل ما هيقوم بدوره. هيقوم بدوره بس خد بالك ان هو ريد اونلي فلازم المفروض ان هو بيجيب ايه؟ الريكوردز الجديده. يعني ما حدش هيسجل نفسه جواه. تمام. يعني هيفضل بس محتفظ بشويه الريكوردز اللي عليه. تمام. فالمفروض كل شويه يروح لمين يا خالد؟ للبرايمري عشان ينزل الابديتس الجديده. طب لو ما لقوش يستنى 10 دقايق ويروح له تاني. فضل ما يلاقوش فضل ما يلاقوش فضل ما يلاقوش هيستنى لغايه 1 day. وبعد ال 1 day الزون بتاعته هيظهر عليها علامه حمراء زي ما انتم شفتوها من شويه كده ويبقى ملهاش استخدام. يعني من الاخر الكلاينتس مش هتعرف تريزولف منه. يبقى الاثنين واقعين. ايه؟ يبقى الاثنين واقعين. يعتبر كده الاثنين واقعين. واضحه؟ طيب المينيمم تي تي ال ايه ده بقى؟ مش احنا قلنا ان المعلومه بتتكيش على اجهزه الكلاينتس؟ تاني الدي ان اس بيروح يجيب المعلومه من دي ان اس تاني زي مثلا فوروردر. باي ديفولت المعلومه بتتكيش على دي ان اس سيرفر لمده يوم. باي ديفولت كام؟ يوم. لكن على اجهزه الكلاينتس تقريبا انا سوري هي 1 اور. انا معلش سوري المره اللي فاتت قلت لكم 5 دقايق انا اسف. تمام. هي 1 اور قدامكم اهي. تي تي ال ده معناه الريكوردز دي هتفضل متسجله على اجهزه الكلاينتس لمده ساعه. واضحه؟ عشان كل شويه الكلاينت لما يكون عايز يدخل على موقع مش كل شويه يروح لدي ان اس المعلومه متكيش عنده. تمام. اللي شفناها ازاي بامر اي بي كونفيج على ديسبلاي دي ان اس ممكن نزودها ولا تزوده؟ اه عادي. اه عادي تزود ايه؟ معلش كنت بتقولي مين اللي كان بيسال؟ لا انت لا خالد تقريبا. الامر اي بي كونفيج على ديسبلاي دي ان اس كان بيعرض لي الحاجات اللي متكيش عندي. ارجع للفيديو اللي فات. تمام. طيب طب التي تي ال بالنسبه للريكورد ده بقى اللي هو الخاص بالدي ان اس سيرفر ذات نفسه هيتكيش عند اجهزه الكلاينتس لمده ساعه. يبقى من الاخر ده اللي هو البرايمري. تمام. ده وخد بالك ده هيسمى هناك على حسب الكلاينت اصلا بيريزولف منين. تمام. المهم ان المعلومه بتاعت الدي ان اس سواء البرايمري سواء السكندري هتفضل متكيشه عند اليوزر لمده ساعه اللي هو التايمر ده. بقيه الريكوردز كلها هتفضل مسيفه او متكيشه ساعه برضه.
يبقى اللي قصده اللي فوق ده يا محمد ده الخاص بالريكوردز كلها، اللي تحت ده بالريكورد اللي انا واقف عليه اللي هو دي ان اس سيرفر ذات نفسه. واضحه؟ وطبعا التابه بتاعت النيم سيرفر خلاص. اوكي ده منين على مين؟ على السيرفر ذات نفسه لما بيطلبها من سيرفر تاني. انما ده بالنسبه للكلاينت، الكلاينت طول ساعه طب اللي تحت خالص ده برضو المعلومه بتاعت الكلاينت بس لاني زو لاني لاني كيس للسيرفر بتاع دي ان اس. يعني دي ان اس سيرفر يفضل متكيش عند الكلاينت لمده ساعه. وضحت كده؟ تمام. طيب نيم سيرفر خلاص جنرال. تعالوا نشوف بقى جنرال السيرفيس بتاعتي دلوقتي راننج. ممكن تقولوا له بص لو عايزين توقفوا السيرفيس تمام. الطيب نوعها ايه؟ انتجريتد مع الاكتيف دايركتوري عشان الزون دي تروح تتسيف تحت الان تي دي اس. ممكن تكون برايمري زون لو انتوا عايزين تحولوها لسكندري زون وساعتها هتبقى ريد اونلي تمام. في حالتي طبعا مش هينفع لان لازم يجيب الزون دي من واحد برايمري تمام. ستوب زون دي بقى ما اتكلمناش عنها قبل كده. ستوب زون طب اقول لكم اركنوا برده ستوب زون لغايه ما ناخد الاول الكونديشنال. حاجه اسمها كونديشنال هنشوفها دلوقتي باذن الله. الريبليكيشن مش الداتا بيز دي او الريكورد دي بيتعمل لها ريبليكيت؟ عايز تبعت الريكورد دي لمين؟ يا اما تو اول دي ان اس سيرفرز راننج على مستوى الفورست بالكامل. مش ممكن يبقى عندي فورست؟ مش الفورست ده اكتر من دومين يا اسلام؟ صح؟ يبقى لو انا قلت له كل دي ان اس سيرفرز اللي على مستوى الفورست هيتعمل لها ريبليكيشن لكل دي ان اس سيرفرز اللي موجوده في الفورست او لكل دي ان اس سيرفرز تمام والدومين كنترولرز اللي موجوده على مستوى الدومين اللي موجوده على مستوى مين. يعني من الاخر مين الاجهزه اللي على مستوى الدومين؟ هو ماشي. وانا اقصد لاني دومين كنترولرز سيتد لوكال مين ها اللي هو البرايمري دي اكتيف دايركتوري والاديشنال اكتيف دايركتوري الاديشنال دومين كنترولر. مش كنا قلنا ان الاديشنال دومين كنترولر واقع معايا في نفس الدومين تمام. لكن التشايلد ده مش في نفس الدومين. فلو عايز تبعت الريكورد دي لواحد في التشايلد تقول له ايه؟ اختار الاوبشن الاولاني تمام. الاوبشن التالت ده خلاص ما بقاش ليه لازمه. بيقول لك بس للويندوزات القديمه اللي هي كومباتبل مع الويندوز سيرفر 2000 يعتبر اوبشن خلاص يعني ما لهوش لازمه. يعني ال 2000 فيما قبل ال 2000 واللي قبليه وكده. ده فيما قبل ال 2000 و ان تي وكده تمام. طيب الدايناميك ابديت نون يعني الاجهزه مش هتسجل نفسها تحت الدي ان اس. نون سكيور اند سكيور قلنا فيها كسكيورتي غلط. قلنا فيها ايه؟ ان الاجهزه سواء اللي تبع الدومين او الورك جروب هتيجي تسجل نفسها هنا. واتفقنا ان كارت الشبكه هو كمان لازم يكون بيسبورت ان الجهاز يحط ايه او يعمل او يسجل نفسه يعمل نفسه ريجستريشن جوه الدي ان اس تمام. سكيور اونلي سكيور اونلي في نفس الدومين تمام كده. ايجينج هنرجع لها كمان شويه برضو باذن الله. ستارت اب اسورتي خلاص. نيم سيرفرز خلاص. سكيورتي ده مين اللي ليه اكسس على الزون ده تمام. لو انا جيت دلوقتي على مستوى الزون ده او على مستوى على اسم السيرفر بتاعي تمام. في عندي هنا اوبشن بروبرتيز. لو دخلت هنا على انترفيسز ده معناه ايه؟ ان دي ان اس بتاعي بيلسن على انهي اي بي؟ باي ديفولت بيلسن على كل الاي بيهات مش دي ان اس سيرفر. افرض ان عليه كذا كارت وعايزه يلسن يشتغل كدي ان اس سيرفر على بعض الاي بيهات بس على بعض الكروت بس تقول له اونلي تو ذا فولوينج اي بي ادريسز وتسلكت كروت الشبكه اللي انت عايزه يخدم عليها زي ما عملنا مع الدي اتش اس بي يا شباب. يا محمد ايه باشا؟ المفروض يعرف كل الاي بيز بتاعت اه انا اقصد ان انت مثلا لا ده مش الاي بيز بتاعت الدومين ده الاي بي بتاع كارت الشبكه بتاعي انا كدي ان اس سيرفر يا خالد. انا كده بتكلم عن نفسي انا عن نفسي انا خالد الدي ان اس سيرفر بتاعي اه يعني انا اللي هرسم. ثانيه واحده عندي الدي ان اس سيرفر بتاعي اهو وعليه اكتر من كارت شبكه. طبعا كل كارت شبكه هيبقى في نتورك اي دي مختلف.
ده مثلا 192.168.0/24 ده مثلا شبكة عشرات over 24 ده مثلا شبكة 192.168.2.0/24 تمام. الاي بي ده واخد اي بي كام في حالتي؟ دوت 200. الكارت ده واخد دوت 200 سي مثلا، ده كمان دوت 200، ده كمان واخد دوت 200. وانت حولت الجهاز ده لايه؟ لدي ان اس 0. مش كل كارت بيخدم على مجموعه من الكلاينتس على كيس الكمبيوتر، انت عايز يخدم على الشبكه اللي انا واقف عليها دي بس، اللي انا بشاور عليها دي بس. يبقى هتعمل ايه؟ هتيجي هنا على بدل ما تقول له بيلسن على كل الانترفيسز او كل الاي بيهات، هتقول له اونلي تو ذا فولوينج اي بي ادرس، وتحدد له الاي بي بتاع الكارت اللي كونكتد بالشبكه اللي انت عايزه يسيرف عليها يخدم عليها. وضحت كده؟ تمام. طيب لو قلت له فوروردر، قبل فوروردر لو دخلنا على الروت هنت، ايه الروت هنت ده؟ دول ال 13 سوبر كمبيوتر اللي لو جالي ريكوست دلوقتي من اي جهاز، تمام؟ عايزين انتوا دلوقتي تدخلوا على موقع معين، ايه اللي هيحصل؟ هتيجوا للدي ان اس سيرفر بتاعي، المعلومه بتاعت الموقع مش موجوده عندي، هيروح باعتهم على مين؟ اي سيرفر من الدي ان اس سيرفر دي بتاعت الروت هنت. وكنا قلنا ان هم 13 سوبر كمبيوتر اساميهم من ايه لغايه الام، تمام؟ فين السيرفرات دي متكيشه فين بالظبط او موجوده فين؟ في ملف الكونفيجريشن. لو دخلت تحت ويندوز، تحت سيستم 32، تحت دي ان اس، في ملف هنا اسمه كاش، افتحوه بالورد باد عادي. مش هي دي السيرفرات بتاعتي؟ اي بي سي دي لغايه ام. يبقى الملف ده هو اللي متكيش فيه، او سوري مش متكيش، متسيب فيه سيرفرات دي الروت هند. لا ده مش الروت هند، ده مش الروت هند، تمام. لو جيت دلوقتي على مستوى تاني برايمري، وراحت فين؟ احنا اتفقنا ان الريكوست باي ديفولت هيروح لمين يا خالد؟ للروت هند. وقلت لكم فيها انا ما عدلتش فيها حاجه، هي موجودين باي ديفولت. طب افرض في يوم من الايام جه مثلا روت هند جديد، ظهر روت هند جديد، ايه روت هند منهم مثلا غير الاي بي بتاعه، اعمل له ايديت، تمام. روت هنت مش عاجبك ريموف، غلطت ودلتهم كلهم، ممكن تكبيرهم من سيرفر تاني. بس عاده التابة دي ما بنلعبش فيها خالص يعني، تمام. لكن الفوروردر يا خالد ده اللي انا هضيفه بايدي، الفوروردر هو اللي هضيفه بايدي، تمام. بمعنى ريكويست جالي على دي ان اس بتاعي، بدل ما اخليه يروح يسافر المسافه دي كلها للروت هنت، هعمل له فوروردر سي مثلا اخليه يروح ل 8888. ده مين؟ ده بتاع جوجل، ده بتاع ايه؟ جوجل. عشان دلوقتي الجهاز بتاعي كونكتد بالانترنت، انا وصلته بالانترنت دلوقتي، تمام، وحاطه له جيت واي، قال لي اوكي، وفعلا قدر يعمل له ريزولف ان هو راح لمين؟ جوجل داش بابليك داش دي ان اس. اوكي. وبص هنا حتى بيقول لي دلوقتي نمبر اوف سكندز بيفور فورورد كويريز تايم اوت، بمعنى ان هو هيبعت الريكوست لمين؟ للفوروردر ده. لو ما ردش عليه في خلال 3 ثواني ساعتها هيعمل ايه؟ يوز روت هنت اف نو فوروردرز ار افيلابل. يبقى هيروح الاول للفوروردر، ما قدرش يوصل للفوروردر يعمل ايه؟ يبعت الريكوست لمين؟ للروت هند، تمام. تعالوا نجرب كده. خدوا بالكم انا جيت الاي بيهات بتاعتي، اي بي الكارت بتاعي كدي ان اس مشاور على مين؟ 127 127.001 اللوب باك كدي ان اس. طب تعالوا كده اطلع نت، انا ما فيش انترنت في الدور ولا ايه؟ لا يا عم، هوقف لغايه ما يفتح هنا. هو مش سامح لي هنا، طالما انا داخله كادمنستريتور مش سامح لي ان انا ادخل على الانترنت اكسبلورر، تمام. مش انتوا عندكم الاجهزه اللي انا فاكره كانوا جاهزين اللي دول؟ لا ده بالعكس، ده كسكيورتي بيحميني من نفسي.
لان الانترنت اكسبلورر طالما انا داخله كادمن لو اي فيروس نزل لو اي حاجه حصلت هتراضي نفسها بالبريفليج بتاعت مين؟ الادمنستريتور. فمنعني تمام. الجهازين اللي هنا كان في جهاز بيشاور على دي ان اس بتاعي تمام، باهي ظبط الجيت واي، باهي سوري محمد ظبط الجيت واي وتاكد ان الدي ان اس بيشاور على الجهاز بتاعي واطلع نت. يلا لما جه دلوقتي محمد يدخل على الجهاز بتاعه ظبط ايه الجيت واي بيشاور على الراوتر بتاعنا بره، الدي ان اس بيشاور على مين؟ على البرايمري سيرفر بتاعي انا، طلع نت ولا لا؟ طبعا في الاول اداله ايرور، وقفت انا الفاير وول على اللاب بتاعي اشتغل تمام وطلع نت تمام. طيب بص كده، مش انت طلعت نت صح عن طريق مين؟ دي ان اس بتاعي. فلو جيت دلوقتي فتحت الكوماند بتاعي سي ام دي، الامر تاني اهو يا خالد، اي بي كونفيج على ديسبلاي دي ان اس، كل دي معلومات متكيشه عندي. انت كنت دخلت على موقع مايكروسوفت صح؟ متكيش عندي اهو. ليه تاني؟ الكلاينت جاب طلب مني المعلومه تمام، هروح انا واخد المعلومه ومكيشها عندي. لو جيت محمد دلوقتي على جهاز وكتب نفس الامر هيلاقي برضو المعلومات بتاعه الكلام ده كله متكيش عنده. طب لو انا عايز انضف الكاش يا خالد اعمل ايه؟ على مستوى الكلاينت هقول له اي بي كونفيج على فلاش دي ان اس، ولازم اكون ادمنستريتور عشان كده انا اتعمدت ان انا افتحها ران از ادمنستريتور تمام. ده على مستوى مين؟ الكلاينت اللي بيكيش المعلومه لمده ساعه. يعني انا لو كتبت الامر ده وانا على السيرفر، اصل خد بالك انا على السيرفر مش ممكن برضو اكون طالع انترنت، فانا كده سيرفر وكلاينت في نفس الوقت تمام. لكن اللي انا عايزه اوصل له دلوقتي ان السيرفر ذات نفسه ينظف المعلومه ازاي. اوكي عندي طريقتين، يا اما اجي على مستوى السيرفر واقول له هنا كلير للكاش، يا اما اقول له ايه كلير للكاش تمام، او اقول له دي ان اس سي ام دي. لو استخدمت الهلب كده هلاقي فيه اوبشن كلير كاش. كلير كاش، يبقى عشان تنظف الكاش يا اما دي ان اس سي ام دي او كليك يمين اصلا من الكونسول وتقول له كلير كاش تمام. طيب حاجه كمان معلش بس يا محمد ريفرش كده تاني عشان المعلومه تتكيش، ادخل تاني نت عايزه بس يبقى في عندي معلومات. خلاص ماشي معايا شباب معايا. في امر برضو ان اس لوك اب شفناه المره اللي فاتت تمام، قال لي ان انا بريزولف مين؟ من الاي بي بتاعي من 127.0.0.1. سيب دلوقتي بس ان انا عايزه المعلومه بتاعه www.google.com، انتر لقيته بيقول لي مين اللي رد عليا 216.58 مش عارفه كده، ده سوري الاي بي بتاع جوجل. يعني معنى كده ان انا لو كان اداني اكسس دلوقتي ان ادخل على الانترنت اكسبلورر وكتبت الاي بي ده، ده معنى انه كده ان هو هيدخلني على مين؟ جوجل. مين اللي رد عليا؟ 127.0.0.1. انا رديت على نفسي، بس الرد ده كان نون اوثوريتيف. الرد ده كان ايه؟ يعني ايه اوثوريتيف ونون اوثوريتيف؟ الكلاينت لما هيطلب المعلومه من السيرفر، محمد لما يطلب المعلومه من السيرفر اللي هو انا، وانا هرد عليه من الداتابيز اللي عندي انا، امتى ارد عليه من الداتابيز اللي عندي انا؟ بالريكوردز دي، الريكوردز اللي قدامي بتاعه الشركه بتاعتي. اصل الانترنت اللي بره ملهوش علاقه باسامي الاجهزه والاي بيهات بتاعتي جوه. ساعتها بقول عليه ان انا كده برد عليه رد اوثوريتيف، بقول عليه ايه يا شباب؟ برد عليه رد اوثوريتيف. لكن لو طلب مني المعلومه والمعلومه دي ما كانتش عندي يا اسلام، ورحت اطلبها من سيرفر تاني سواء روت هند سواء فوروردر سواء كاش، ما هو الكاش ده معناه ان انا في النهايه برضو كنت طالبها من حد تاني، ساعتها بقول على الرد ده ان هو نون اوثوريتيف. فده معنى ايه؟ اني لما طلبت المعلومه بتاعه جوجل والسيرفر بتاعي رد، ما كانش رد من الداتابيز اللي عنده، كان رد ايه؟ نون اوثوريتيف. ليه؟ راح جابها منين؟ من 8888 صح؟
طب بصوا لو قلت له اطلب لي المعلومه من سيرفر تاني مثلا 4223 تمام، قال لي ان سيرفر 4223 ده ايه اسم السيرفر. انا كنت قلت لكم زمان 4222 و4223 دول ايه، دول بابليك دي ان اس سيرفرز اوبن، دي ان اس سيرفرز موجودين في كاليفورنيا. لو انا عايزه الريزولف منه www.google.com انتر، حتى 4223 ولا 222 الرد بتاعهم برضو نون اوثوريتيف، لانه في النهايه احنا متفقين ان الفوروردر في الاول وفي الاخر برضو بيكون مكيش من الروت هند، الليله كلها بتبقى مكيشه من الروت هند. لكن لو انا طلبت معلومه مثلا بي سي 1 اقول له بي سي 1 دوت سيتا دوت لوكال، اه لاني بس بريزولف من السيرفر 4222 سوري، اطلب المعلومه من نفسي هقول له تاني بي سي 1 اداني ايه الاي بي بتاعي وما قاليش اوثوريتيف ولا نون اوثوريتيف. طالما ما قاليش يبقى انا كده ايه الرد ده نوعه اوثوريتيف، طالما ما قاليش يا شباب يبقى الرد ده ايه اوثوريتيف. وضحت يعني ايه اوثوريتيف ونون اوثوريتيف؟ تاني اوثوريتيف يعني ايه الكلاينت طلب المعلومه من دي ان اس والدي ان اس رد من الداتابيز اللي عنده هو. امتى يرد من الداتابيز اللي عنده هو؟ بالريكوردز اللي قدامي دي، السجلات اللي عندي في الشركه بتاعتي، لان الروت هنت سوري الانترنت بره سواء روت هنت او فوروردر او اي اس بي ملهوش علاقه بيها. تمام، امتى يكون الرد نون اوثوريتيف؟ لما الكلاينت يطلب المعلومه من دي ان اس والدي ان اس ذات نفسه يروح يطلب المعلومه من فوروردر روت هنت اي حد. واضح يا شباب؟ خلاص تمام. كان ممكن برضو على مستوى السيرفر بتاعي اقول له هنا لانش ان اس لوك اب، فتحوا لي دايركت هنا على طول اهو، يبقى يا اما ادخل تحت السي ام دي واقول له ان اس لوك اب، يا اما اقول له ايه كليك يمين ان اس لوك اب. طيب احنا كده اخدنا الفوروردر تمام. في عندي اوبشن هنا على مستوى الزوم كمان اسمه على مستوى سوري الدومين اسمه كونديشنال فوروردر. ايه الكونديشنال فوروردر ده بقى؟ قال لك ده معناه هو انا عملت كونديشنال فوروردر قبل كده؟ اه لما كنت عايزه اروح لما كنت عملت اسمه ايه ده تراست ما بيني وما بين دومين تاني لو تفتكروا دلتوا اعتبروه ما كانش موجود تمام. ايه بقى الكونديشنال فوروردر ده؟ سي دلوقتي مثلا ان انت عايز تعمل تراست ما بينك وما بين دومين تاني، فاكرين التراست سيتا دوت لوكال اللي عايزه تثق في سيسكو دوت كوم صح؟ مش الاجهزه اللي عندي اللي جوه اللان بتاعتي محتاجه تاكسس الاجهزه اللي في الفرع الثاني للشركه او الشركه الثانيه؟ في مثلا تراست في بزنس ريليشن شيب ما بيننا، شركه وشركه في بزنس ريليشن شيب ما بينهم، فالاجهزه اللي عندي محتاجه تاكسس الاجهزه اللي عندهم والاجهزه اللي عندهم محتاجه تاكسس الاجهزه اللي عندي. انا هاكسس اجهزتهم بايه؟ بالاسم. مش لازم اكون عارفه اسم الدومين بتاعهم؟ اقوم اروح للفوروردر والفوروردر لو مش عارف المعلومه يروح للروت هنت والروت هنت يروح بعتني لاسم الزون بتاعهم سيسكو دوت كوم. ده ايه وجع القلب ده؟ طب ما انا اصلا كده احدد ان انا دونا عن بقيه الزونز، لو عايز اروح لسيسكو دوت كوم هروح على الاي بي بتاع الدي ان اس بتاعهم تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ ده كده بنسميه كونديشنال فوروردنج. يعني هاجي هنا اقول له نيو كونديشنال فوروردر، لو انا عايز اروح لسيسكو دوت كوم دونا عن الباقيين كلهم دونا عن بقيه الزونز كلها هروح عن طريق الاي بي 4222 مثلا، ده اكزامبل. طبعا مش هكتب هنا في الحقيقه 4222، عاده بكتب هنا ايه اي بي دي ان اس سيرفر اللي عندهم، ده كتست مش اكتر تمام يا شباب. يبقى دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ لو عايز اروح لسيسكو دوت كوم هروح عن طريق الدي ان اس الفلاني ده، بقيه الناس بقيه الزونز كلها هروح لها عن طريق 8888 اللي انا حطيته على الفوروردر تمام. وممكن برضو استور الاديشنال ده جوه ملفات الاكتف دايركتوري جوه الانتي تي اس. واضحه؟ عرفنا عن ايه دلوقتي كونديشنال فوروردنج تمام. نرجع تاني بقى، لو انا حبيت اكري زون نيو زون نيكست برايمري ولا سكندري ولا ستوب؟ ايه بقى حوار الستوب ده؟ الستوب ده اعتبروه بديل للكونديشنال فوروردنج. اعتبروه ايه يا شباب؟ بديل للكونديشنال فوروردنج. ليه؟ لو انا عايز اعمل تراست ما بيني وما بين شركه ثانيه، اتفقنا ان لازم اكسس الاجهزه اللي عندهم بالاسم،
يبقى في البدايه قبل ما اصلا اعمل تراست ما بيني وما بينهم لازم اعمل يا اما كونديشنال فورواردنج يا اما ستوب. ستوب ده معناه ان انا هروح للسيرفر الثاني اجيب منهم المعلومات بتاعه الدي ان اس سيرفر بتاعهم. تعالوا نعملها كده. هاجي مثلا على السيرفر اللي هو الثاني ده اقول لكم هدلت ده مش مهم مش عايزاه. هعمل زون. نوع الزون دي ايه؟ ستوب. تمام. هجيبها منين الزون نيم؟ اولا هيبقى اسمها سيتا دوت لوكال وهكريت له ملف جديد. نيكست. هجيب الكلام ده منين يا شباب؟ هجيبه منين؟ من 200. نيكست. فينيش. لو ضغطت هنا كده ايه اللي جالي ده؟ هي دي كل الريكوردز؟ دي مش كل الريكوردز. امال ايه دي؟ ده دي المعلومات الخاصه بالدومين كنت بالدي ان اس سيرفر ذات نفسه. دي المعلومات الخاصه بمين يا شباب؟ بالدي ان اس سيرفر ذات نفسه. ليه؟ عشان لما اكون عايزه احب مثلا اروح للفرع الثاني ده تمام هروح لمين؟ للدي ان اس اللي اسمه برايمري. مين برايمري؟ اللي هو 200. تمام. يفضل ان انا اشتغل بالستوب مش بالكونديشنال فوروردر. ليه؟ افرض ان هم صبحوا الصبح كده سيسكو اللي انا في تراست ما بيني وما بينهم دول قرروا ان هم يغيروا الاي بي بتاع الدي ان اس بتاعهم، كان ساعتها هيديني ايرور ولازم اجي على الكونديشنال فوروردر بتاعي واغير الاي بي. لكن ميزه الستوب انه بيكونتاكت عليهم ويجيب معلومات اخر ابديت للدي ان اس سيرفر بتاعهم بالاي بي بتاعه. فريكومندد لما تعملوا تراست ما بين الاثنين تعملوها يا اما كونديشنال فوروردر او الافضل. الغي التراست من عندي ولا من عنده؟ الاثنين. طب واذا ما غيرتش التراست من الاجل همشي ماشي، بس حاول تفوق شويه محمد انت النهارده ضايع خالص. ماشي ماشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص لا كده هو شكله تعبان قوي اصلا. ها خليكم معايا خليكم معايا. تاني اسلام. ها انا مثلا حد كان داخل معايا وعايز اخرجه من الراجل اللي هو كونكت عليا او بيعرف اي حاجه عنه وانا مش هروح مقر الشركه بتاعه، ممكن من عندنا انا فاكر التراست ان احنا كان ممكن اعمل تراست على اجهزه معينه بين اجهزه معينه مش شرط بين كل الاجهزه. كان ممكن اعملها على مستوى الدومين ككل. تمام. ده غير ان كمان ممكن ان انا اعملها على مستوى وان واي انكومينج او وان واي او جوينج او في التو واي. انت في عندك كميه اوبشنز مهوله اصلا في التراست، فشوف السيناريو اللي انت عايزه فيه. تمام يا شباب. اسم الزون اللي انا عايز اروح له تمام هروح له باي بي معين. تاني اهو جيت هنا على كونديشنال فوروردر. تمام. انا كنت عامله كونديشنال فوروردر ما بيني وما بين انا لغيته ولا ايه؟ نيو كونديشنال فوروردر. هقول مثلا ان انا لو حبيت اروح للفرع بتاعي على شركه سيسكو هروح للدي ان اس بتاعهم هم 4222 مثلا بفرض ان ده الدي ان اس بتاعهم يعني. تمام. واوكي هيصير عندي هنا. يبقى لو حبيت ان انا اروح لسيسكو دونا عن الباقي هروح عن طريق 4222. تمام. بقيه الناس هروح عن طريق الفوروردر اللي انا حطيته اللي هو 8888 اللي انا حطيته على مستوى الدومينكا كله. واضحه كده؟ تمام. نرجع تاني هنا كده. ايه تاني ايه تاني؟ كلير للكاش. اوكي. بروبرتيز فوروردر وتنت. ماشي. الباقيين دول ليهم علاقه بالمونيتورنج نرجع لهم كمان شويه باذن الله في الترابل شوتنج. فاضل ايه تاني؟ لا استنى بس عشان نخلص منه خالص. دي اتش سي بي الانتجريشن ما بين الدي ان اس وما بين الدي اتش سي بي كنا اجلناها شويه لغايه ما ناخد الدي ان اس صح. لو جيت فتحت هنا دي اتش سي بي مانجمنت. انا ما لغيتهوش. دوت ام اس سي انا لغيته. لا عادي بس يعني ما فيش شركه بتاخده من دي اتش سي بي يعني يا خالد. لا اصل انت الفيديو اللي فات قلت انا شلت كل حاجه مش شايله. ده مش اوثورايز ليه؟ اكتيفيت اوثورايز سيرفر ما كانش اوثورايز. ايوه خلي التاني ما
انت المره اللي فاتت قلت انا شلت كل حاجه، شلت كل حاجه ما عدا الدي اتش اس بي. طب انا في حاجه كده هتحصل، في حاجه هتحصل كل اللي فيها، بس لما شلت الدي ان اس سوري الاكتف دايركتوري وسطبته تاني كان الدي اتش اس بي اوريدي انستولد، لما دخلت هنا لقيته مش ديسيبلد عملت له بس اوثرايز. تمام. لو كنت شلت خلاص تاني كده كمان هو شاله خلاص فهيعمله من جديد خلاص. تمام. على مستوى كلمه اني فيرجن 4 كليك مين بروبرتيز، احنا كنا شفنا ان في عندي هنا تاب اسمها دي ان اس، بيقول لي هنا ايه، نقرا بقى واحده واحده كده مع بعض. انيبل دي ان اس دايناميك ابديت اكوردنج تو ذا سيلز بيلو. مش احنا اتفقنا ان جهاز الكلاينت المفروض اصلا بيروح للدي ان اس بيعمل ابديت لنفسه؟ تمام. هو انا بس مش عايزه اقوم مكنه الكلاينت، بس يعني لو قومت مكنه الكلاينت جيت غيرت عليها الاي بي، جيت غيرت عليها الاسم، هلاقي الكلام ده هيسمع جوه دي ان اس. تمام. بس بعد الريستارت. بعد ايه؟ بعد الريستارت. طب لو انا عايزاه يسمع من غير الريستارت اعمل ايه؟ على جهاز الكلاينت هقول له اي بي كونفيج، يعني ده يسمع في ساعتها على حاضر يا خالد ريجستر دي ان اس، ده المفروض يتعمل على جهاز الكلاينت، يبقى ساعتها جهاز الكلاينت اي تغيير عليه هيروح يسمع على مين؟ على دي ان اس في ساعتها. حتى ساعات بيقول لي، مش ساعتها، هو دايما بيقول لي ممكن يبقى في فتره كده مثلا ماكسيمم 15 مينت عشان الكلام ده يابديت، يعني مش لحظيا برضو. ماكسيمم كام؟ 15 مينت، ربع ساعه. ايه بقى علاقته؟ افرض دلوقتي ان انا مش سامحه بالدايناميك ابديت، او عندي اكسسد كمبيوتر مثلا قديمه قوي ويندوزات قديمه ما بتقدرش ان هي تعمل ريجستريشن لنفسها جوه دي ان اس، مش كده كده الاجهزه دي واخده اي بي من الدي اتش اس بي؟ انا هوكل الدي اتش اس بي ان هو ياخد، يعني لما حد يروح يريكوست منه اي بي هيبقى عارف اسمه، يروح هو للدي ان اس يسجل اسم الراجل ده جوه الدي ان اس. يعني بدل ما الكلاينت يريجستر نفسه جوه الدي ان اس، الدي اتش اس بي هو اللي هيريجستر الكلاينت ده جوه الدي ان اس بالنيابه عنه. تمام. نقرا كده بيقول لنا ايه، dynamically update DNS record of only if requested by DHCP clients. يعني لو الكلاينت اصلا عايز ان DHCP يسجل نفسه جوه DNS هسجله منين؟ فاكرين البروبرتيز بتاعت كارت الشبكة؟ كان في علامة صح كده قلت لكم بتبقى موجودة by default، هو الاوبشن ده لازم يبقى موجود صح؟ او always dynamically update DNS سواء الاوبشن ده موجود ولا مش موجود، دايما ال DHCP هيأبديت الكلاينت ده عند الدي ان اس. تمام. ديسكارد اي اند بوينت ريكورد وين ليز از ديليتد، فاكرين الاي ريكورد والبوينتر ايه الفرق ما بينهم؟ الاي ريكورد ده اللي بيحول من اسم الاي بي، البوينتر من اي بي الاسم. تمام. بيقول لي هنا لما فتره الليز تنتهي امسح الريكورد ده عند الدي ان اس سواء الاي ريكورد او البوينتر ريكورد. فتره الليز العقد، مش الكلاينت بياخد الاي بي من الدي اتش اس بي فتره عقد؟ لو ما جاش يجدد العقد وفتره الليز دي انتهت الريكورد ده يتمسح من عند الدي ان اس. تمام. ده بالنسبه للويندوزات القديمه نفس الكلام، بس بالنسبه للويندوزات القديمه اللي هي مثلا ويندوز فيما قبل الان تي 4، الان تي 4 فيما قبله. سؤال يا باشا، الناس لما بتمشي سيرفر بيفضل شغال ولا سيرفر؟ لا السيرفرات، لا المفروض السيرفرات تفضل قايمه، المفروض الصح. طب هتفضل قايمه تخدم على مين؟ ما هو المفروض ده المفروض. تمام. بس عايز اقول لك مثلا فتره الليز كده هتنتهي، لا هو الصح ان السيرفرات بتفضل قايمه. طب ما هو فتره الليز كده هتنتهي، هو كلاينت شوت داون. صحيح، هو بيعمل شوت داون خلاص بياخد، بيسيب الاي بي اوريدي، بياخد الاي بي. تمام. الاوبشن ده تاني نفس الكلام، ان الكلاينت هيابديت نفسه عن طريق الدي اتش بي، بس بالنسبه لويندوزات مين؟ القديمه قوي ان تي 4 فيما قبلها، لان الاجهزه دي ما كانش من حقها تريجستر نفسها جوه دي ان اس. تمام. اللي تحت ده ديسيبل دايناميك ابديت فور دي ان اس بوينتر، يعني ايه؟ يابديت الاي ريكورد لكن البوينتر ريكورد ما عملوش ابديت، ملوش دعوه، ما يبصش على البوينت الريكورد اصلا. خلاص. الاوبشن ده بقى جديد في ويندوز سيرفر 2012. الاوبشن ده ايه؟ لو انا حطيت هنا علامه صح اوكي، واخدين بالكم ان الاوبشنز دي كلها ما بقتش قادره اتحكم فيها،
ده كده بنسميه نيم بروتكشن. بنسميه ايه يا شباب؟ نيم بروتكشن. ليه؟ كنوع من السكيورتي. افرض دلوقتي ان ناس عماله تجيلي بالموبايلات بتاعتهم ولا باللابتوب بتاعهم وانا كنت سامحه بكل الابديت، الناس دي عماله تسجل نفسها جوه دي ان اس، تسجل نفسها جوه دي ان اس، معنى كده ان الريكوردز بتاعتي دي ان اس هتكتر قوي ولا لا؟ صح. فكنوع من السكيورتي ممكن اعمل ايه؟ ان انا اديسيبل النمبر او اعمل انيبل سوري للنيم بروتكشن، يبقى اي كلاينت هياخد اي بي من الدي اتش 3، الدي اتش 3 مش هيروح يسجل الاجهزه دي جوه الدي ان اس. الاجهزه اللي مع الدومين، اللي تبع الدومين، لان خد بالك الاجهزه اللي تبع الدومين بتسجل نفسها جوه الدي ان اس، ملهاش علاقه، ما بتعديش على دي اتش بي، او بمعنى ادق بتروح للدي اتش بي تاخد اي بي، لكن هي بنفسها اللي بتسجل نفسها تحت الدي ان اس. انا بتكلم على الاجهزه اللي مش هتقدر تسجل نفسها على دي ان اس لوحدها، فلازم تستهلك او تستخدم الدي اتش بي كوسيط ما بينهم. وضحت كده؟ ممكن تقول له الاوبشن ده من هنا او على مستوى السكوب، كان برضو هنا كونفيجر، برضو تعمله انيبل يا اما على مستوى السيرفر كله يا اما على مستوى السكوب. واضحه؟ دي كانت الجزء بس اللي سبناه في الدي اتش سي بي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مراجعه كده بقى بسرعه، عندي كام نوع من انواع الريكوردز؟ الاي ريكورد، تمام، ده اللي بحط فيه الاسم اللي ريليتد باي بي معين. ايه الفرق ما بين الاي والكواد اي؟ فيرجن 4 وفيرجن 6. طب السي نيم ريكورد، ادي تاني ريكورد اهو، سي نيم ريكورد ده الاليس، اسم بديل لاسم طويل. طيب الام اكس ريكورد احنا قلنا ريليتد بالاكستشينج، الاكستشينج سيرفر في الاول بعمل له ايه ريكورد وبعد كده بعمل له ام اكس ريكورد، تمام. طيب ايه كمان؟ لو جيت تحت الريفرس كليك يمين في عندي كمان ريكورد اسمه بوينتر ريكورد، اسمه ايه يا شباب؟ بوينتر ريكورد. ادي كده اربعه ريكورد، تمام. ايه كمان؟ قال لك في سيرفيس لوكيتور، في ريكورد اسمه ايه يا شباب؟ سيرفيس لوكيتور. يعني لما جيت على مستوى التي سي بي، مش احنا اتفقنا ان الريكوردز دي كده اسمها سيرفيس لوكيتور؟ بمعنى ان الكلاينت هيجي يدور على السيرفر اللي مثلا بيلعب كجلوبال كاتالوج، هو هنا محطوط له اي بي بس عارف ان هو هيروح لمين؟ الجهاز اللي بيلعب جلوبال كاتالوج اسمه برايمري دوت سيتا دوت لوكال، يروح رايح تاني على مستوى الزون. مين يا عم برايمري ده؟ يبص عليه يلاقي الاي بي بتاعه، يروح واخد الاي بي ده ومديه للكلاينت، الكلاينت ساعتها يروح للجهاز ده عشان يوثنتيت منه. واضحه كده؟ طب لو انا عايزه اعمل ريكورد بنفسي سيرفيس لوكيتور، هو ما حدش بيعمل كده، لكن مثلا رخامه انت عايز تعمل سيرفيس او ريكورد سيرفيس لوكيتور، كليك يمين هنا في هنا ايه؟ اذر نيو ريكورد. لو نزلت بقى تحت بالراحه كده سيرفيس لوكيشن اوكي كرييت ريكورد، وتبدا بقى تعدل في الحاجات دي. طبعا اتفقنا ما حدش بيعمل كده اصلا، تمام. طيب افرض دلوقتي نرجع تاني كده على السيرفيس لوكيتور تحت التي سي بي، تمام. مين الجهاز اللي بيلعب كجلوبال كاتالوج؟ برايمري دوت سيتا دوت لوكال. لو انا كنت عندي اديشنال دلوقتي كنت هلاقي الاثنين ظهروا هنا، برايمري دوت سيتا دوت لوكال ومثلا شايلد دوت سيتا دوت لوكال، سوري ماستر دوت سيتا دوت لوكال. لو انا جيت على الجهاز التاني ماستر وحولته لاديشنال الاثنين هيظهروا هنا. طب الجهاز الكلاينت جاي عايز يعمل اوثنتيكيشن، جاي عايز ياخد يوزر نيم وباسورد، يتشيك على اليوزر نيم والباسورد، تمام. مش الاثنين قايمين البرايمري وماستر اللي هو البرايمري اكتف دايركتوري والاديشنال اكتف دايركتوري، هيروح لانهي فيهم؟ باي ديفولت هو هيروح الاول للدي ان اس، والدي ان اس هو اللي يوجهه تروح لده ولا لده. الدي ان اس هيوجهه لمين؟ باي ديفولت راوند روبن. راوند روبن معناها سلسله متعاقبه، يعني الريكوست الاولاني يبعته للبرايمري، الريكوست الثاني يبعته للاديشنال، الثالث يبعته على البرايمري، الرابع يبعته على الاديشنال، راوند روبن سلسله متعاقبه، تمام. طب افرض دلوقتي ان جهاز منهم البرايمري الهاردوير بتاعه قوي كده ويستحمل، لكن الاديشنال انا حطاك حاجه احتياطيه بس مش اكتر، فانا عايزه الناس يوثنيكيتوا منين؟ من البرايمري. ممكن ساعتها تديله بريوريتي اعلى. تديله ايه؟ بريوريتي اعلى. ازاي؟ دبل كليك هنا على الريكورد ده، تمام. رقم البريوريتي ده كل ما يزيد البريوريتي هتقل،
كل ما الرقم ده يزيد البريورتي هيقل. يعني لو انا عايز البرايمري يبقى هو المور بريفيرد هخلي البريورتي عليه بزيرو، الاديشنال عايزاه يكون ليس بريفيرد هخلي البريورتي عليه مثلا 100. واضحه كده؟ تمام. ده بالنسبه لمين؟ للجلوبال كاتالوج. طيب افرض حصل طاي في البريورتي، السيرفرين ليهم نفس البريورتي، لو حصل طاي يعني الاثنين ليهم نفس القيمه يعني، تمام؟ هيبص على مين ساعتها؟ على الويت. السيرفر اللي ليه ويت اعلى وزن اعلى هيخدم اكتر. اوبشن يعني ما كانوا بيبصوا على البريورتي كفايه صح؟ لا اوبشن. تمام. السيرفر اللي ليه ويت اعلى نفس الفكره بتاعت البريورتي. تمام. ويت يعني وزن، اللي وزنه اعلى يخدم اكتر. تمام. وطبعا ال ال ديب اصلا ده او الجلوبال كاتالوج ده بروتوكول، البورت نمبر بتاعه كذا، مين اللي بيخدم عليه؟ السيرفر اللي اسمه كذا. لغايه دلوقتي حد وقع مني في الجزء ده؟ هو الاكتف دايركتوري بيشتغل بكذا بروتوكول، مش بروتوكول واحد. جلوبال كاتالوج، كيربروس، كي باسور، ال ديب، كل بروتوكول بيعمل وظيفه معينه. يعني ابسط حاجه يا خالد، الجلوبال كاتالوج ده السيرش اندكس، ده شغال على بورت كذا. تمام. الكيربروس هنتكلم عنه ان شاء الله واحنا بنتكلم على الشيرنج. تمام. كل بروتوكول له وظيفه معينه وبورت معين، ولازم تهتم بالبورت. افرض دلوقتي ان انت عندك الاكتف دايركتوري والكلاينتس في ما بينهم فاير وول، لازم تفتح على الفاير وول تسمح بالبورتات دي ان هي تعدي. واضحه كده؟ ما تحفظهمش، تعالى هنا دبل كليك واعرف البورت بتاعك وخلاص، وشغلت سي بي ولا يو دي بي. واضحه يا شباب؟ اوكي. تقريبا كده فاضل حاجه واحده. سكافنجنج. تمام. على فكره الكلاينت اللي هو السكندري لو انا عايز ابعت له الريكوستات دلوقتي، تمام؟ ممكن اقول له ابديت سيرفر داتا فايلز. لا استنى استنى، كان في اوبشن، لا مش ده، معلش، في اوبشن كنت بجبر السكندري يجي لي حالا. ايه هو ايه هو؟ مستوى الزون بروبرتيز. سيبك منه مش مشكله. نوتيفاي. نوتيفاي. بص يا شيخ، كويس ان انا افتكرتها قبل ما انسى. الزون ترانسفير لو دخلت على مستوى الدومين او على مستوى الزون، تمام، ودخلت على التاب بتاع الزون ترانسفير، المفروض الكلاينت السكندري دي ان اس هيجي لي كل، انا حددتها هنا 20 مينت باي ديفولت، هي ربع ساعه. ممكن اقول له هنا نوتيفاي، روح قول للسيرفر الفلاني وحدد له اسم السيرفر الاديشنال او اللي هو السكندري، اقول له تعالى لي دلوقتي خد الريكوردز الجديده. نوتيفاي يعني ايه؟ ببعت له نوتيفاي بقول له تعالى لي دلوقتي عشان في عندي ريكوردز جديده، بدل ما اخليه يعدي عليا بعد تلت ساعه. تمام. او على مستوى سيرفر التاني ده الاديشنال، تمام، كان ممكن اكليك يمين على مستوى الزوم واقول له ترانسفير فروم ماستر، هات لي الريكوردز دلوقتي فروم ماستر، او ريلود، هات لي ايه الريكوردز دلوقتي فروم ماستر. واضحه؟ مع الفارق بقى ريلود ده معناه، مش فاكره انهي واحد فيهم، الاثنين تقريبا واحد يعني، واحد منهم بيقول لي اعملي لي داونلود لكل الريكوردز، والتاني بيقول لي هات لي بس الجديد، الريكوردز الجديده بس، ما تعمليش داونلود لكل الريكوردز. تمام؟ او عن طريق النوتيفاي. اخر حاجه بقى حته السكافجنج دي، واخدين بالكم ان انا على مستوى الدومين في ريكوردز كتيره؟ كل مجهز بيقوم بيسجل نفسه هنا، كل مجهز بيقوم بيسجل نفسه هنا. تمام؟ طب افرض دلوقتي ان انا كل شويه جهاز يقوم، جهاز يقوم، جهاز يقوم ويتفي ويقوم ويتفي. تمام؟ لما بيتفي ما بيمسحش نفسه من هنا. لما بيتفي ما بيمسحش نفسه من هنا. طب انا عندي شركه كبيره وبيجي لي فيها ناس كتير من بره، وانا سامحه لهم ان هم يابديتوا نفسهم هنا. الريكوردز اللي هنا هتبقى كتيره جدا. اولا غلط ان انا اسيب ريكوردز كتيره هنا. تمام؟ ملهاش خلاص استخدام. وثانيا ده ممكن يعمل لي لود لما كنت اعمل ترانسفير للزونز دي ابعتها للسكندري، ما هو معنى كده انه هيعمل داون لود لاحجام كبيره. صح؟ انا ممكن اقول له الريكوردز القديمه امسح. الريكوردز القديمه ايه؟ امسح. ازاي؟ على مستوى مثلا على سبيل المثال كلمه برايمري، في هنا اوبشن بيقول لي سيت ايجنج اند سكافجنج
for all zones. لو انا عملت enable ليها بيقول لي هنا ايه؟ non refresh interval 7 ايام ممكن اغيرها زي ما انا عايزة. ده ايه؟ لو انا قلت له apply دلوقتي يعني اوكي، ده معناه ان الكلاينت بعد ما يجي يعمل refresh نفسه على DNS مش من حقه يرفرش نفسه تاني الا بعد 7 ايام non refresh. الكلاينت مجرد ما يابديت نفسه لو حاول تاني يجي يعمل ريفرش نفسه مش من حقه يعمل ريفرش نفسه الا بعد قد ايه؟ 7 ايام، عشان مش كل شويه كلاينت يجي يستهبل يعمل ريفرش يعمل ريفرش. لو انت مثلا شركه الاجهزه بتقوم كتير او ناس كتير بتجي لك من بره، قللها، قلل التايم سي مثلا 1 اور اهو، يلا 1 اور تمام. ريفرش انترفال 7 ايام، ده معناه هما الاثنين باي ديفولت 7 ايام، سي مثلا نخليه ساعتين. ده معناه ايه؟ ان الكلاينت تمام هيجي لي في الفتره دي المفروض يعمل لنفسه ريفرش، من اسمه ريفرش انترفال المفروض يعمل لنفسه ايه يا شباب؟ ريفرش. تمام. طب لو ما عملش لنفسه ريفرش هدلت الريكورد بتاعه. سكافنجينج ده معناه كسح، بيمسح، بيمسح الحاجات القديمه، فانا بحدد له التايم اللي هيكسح فيه الريكوردز القديمه تمام، عن طريق تايم ستامب كده، اعتبروه كده تايم ستامب اسمه ايه؟ ستامب. طابع كده عليه تايم معين. انا بحدد للكلاينت هتجي لي تعمل ريفرش امتى ومش من حقك تجي لي تعمل ريفرش امتى. هو بيعمل ريفرش ازاي؟ الكلاينت بيعمل ريفرش نفسه ازاي؟ هيجي لك يعمل ريفرش. يعني يعني ساعة ما يخش يكون عمل ريفرش كده. يعني الكلاينت قايم، الكلاينت قايم تمام؟ المفروض ان هو جالك بيعمل لنفسه ريفرش كل قد ايه باي ديفولت؟ لو حددتها 7 ايام. لا اقصد ان الجهاز نفسه بيعمل ريفرش ازاي؟ هيجي لك الكلاينت هيروح للـ DNS سيرفر، ما هو عارف عنوان الـ DNS سيرفر. اوتوماتيك مثلا؟ اوتوماتيك نعم؟ طب ثانية واحدة شباب. قلنا تاني كنت بتسأل فيه خالد معلش؟ قول الموضوع الكلاينت ده بيتم اوتوماتيكي. اوتوماتيك الكلاينت كل فتره بيروح، بس ايه الكلاينت بيروح له لو انا حطيت الاوبشن ده باي ديفولت الاوبشن ده ما كانش محطوط عليه صح تمام. لو انا حطيت عليه صح باي ديفولت في خلال 7 ايام الكلاينت عمل لنفسه ريفرش، مش هيقدر يعمل لنفسه ريفرش تاني الا بعد السبع ايام دول. بعد السبع ايام السيرفر متوقع ان هو هيجي له في خلال 7 ايام يعمل ريفرش، ما جاش يمسح الريكورد بتاعه من هنا اوتوماتيك كده تمام. طبعا التايمرز دي بناء على ايه؟ انت اضرب الشركه بتاعتك، لو بيجي لك ناس من بره كتير والناس دي بتسجل نفسها جوه دي ان اس وكل شويه يجي لك حد باللابتوب ويطلع تاني، لا خلي الفتره قليله، انت اضرب الشبكه بتاعتك. انا عملتها دلوقتي على مستوى السيرفر ككل، يعني على مستوى كل الزونز. طب تعالوا كده لو جيت دلوقتي بيقول لي هنا ايه؟ ابلاي ذيس سيتنجز تو اكزيستنج اكتف دايركتوري زونز. طب لو قلت له اوكي من غير ما اقول له علامه الصح، لو جيت على مستوى الزون كليك يمين بروبرتيز في هنا تاب اسمها ايجنج، لو ضغطت عليها ده ما سمعش على مستوى الزون لاني ما حطيتش علامه الصح اللي فاتت، ده ما سمعش على مين يا شباب؟ على الزون. فانت ممكن هنا تحدد تايمرز مختلفه على مستوى كل زون تمام. حتى لو تاخدوا بالكم المره اللي فاتت وانا بغير التايمرز كان بيقول لي ان الكلام ده هيطبق على النيو زونز مش على الاكزيستنج زونز، كان في سطر بيقول لي ان الكلام ده هيطبق على مين؟ على النيو زونز مش على الاكزيستنج زونز تمام. طيب لو جيت دلوقتي خدوا بالكم من حاجه، اللي انا عملته ده بيطبق على الريكوردز اللي بتسجل نفسها دايناميك مش على الريكوردز الاستاتيك. يعني ماسا ده انا على ما اتذكر ماسا ده انا اللي كريته بايدي صح، وبالتالي هيحصل عليه سكافنجينج؟ لا مش هيتمسح. ليه؟ لان ده مش دايناميك، ده ايه؟ ستاتيك. طب انا بضطر كده ان انا امسحه بايدي، مثلا ده بطل يشتغل امسحه بايدي؟ قال لك لا، كليك يمين عليه كده بروبرتيز في اوبشن مختفي. طب لو انا قلت له ادفانسد فيو الاول يعني ادفانسد، لو جيت على مستوى السيرفر او الكلاينت ده في حاجات ظهرت جديده يعني صح؟ السطرين دول ما كانوش موجودين، السطر اللي تحت ده ما كانش موجود. ممكن بايدي بقى احط علامه صح على ديليت ذيس ريكورد وين ات بيكمز ستيت وحطيت له واحط له التايم اللي انا عايزاه 7 ايام 8 ايام وات ايفر. يبقى لو استاتيك انت اللي بايدك لازم تقول له ديليت ذيس ريكورد وين ات بيكمز ستيل. ستيل يعني قديم،
متهالك ما بقاش مستخدم، اول ما الريكورد ده يعدي عليه الفتره اللي هتحددها هنا، ده معناه ان الريكورد هيتدلت. وباكد تاني الكلام ده هتعمله على مستوى الاستاتيك، لكن الديناميك هيسجل نفسه هيظهر هنا لوحده اصلا. هتلاقي حتى ساعتها لو جيت على اي ريكورد ديناميك تمام، تكليك يمين عليه بروبرتيز، هتلاقي البتاعه دي محطوط عليها علامه صح لوحدها واخد التايم ستامب من هنا. تعالى اوريها لكم. هوقف بس الجهاز اللي هو الاديشنال ده عشان الدنيا ما تتقلش، وجهاز الكلاينت هقومه. هقوم جهاز الكلاينت ويبقى ممبر من الدومين، طبعا هطلعه من الدومين وادخله تاني لانه ممبر من الدومين القديم، انا كنت شلت الدومين وحطيته تاني صح. فلما اعمل الكلام ده بس هوقف الريكورد. اخر حاجه بس معلش يا شباب، ها سلام، اخر حاجه وخلاص. لو جيت دلوقتي على مستوى برايمري بروبرتيز تمام، لو دخلت هنا على ايفنت لوجينج باي ديفولت هو بيجمع كل اللوجز، فاكرين اللوجز بيجمع ايه؟ كل اللوجز تمام. هتظهر فين عندي اللوجز دي؟ هنا تحت جلوبال لوجز، دي كل الايرورز بقى اللي بتحصل عندي، ان كان ايرور ان كان وارنينج ان كان انفورميشن. انا ممكن احدد انواع اللوجز بس اللي انا عايزها، ممكن اجي هنا على احدد مثلا اقول له لا ما تجيبليش لوجز، او الايرور بس، او الايرور والوارنينج. حددوا اللوجز اللي انتوا عايزينه. اخر حاجه سكيورتي. سكيورتي يعني ايه؟ عايزه تشيك على الدي ان اس بتاعي على المونيتورنج، سوري معلش على المونيتورنج، عايزه امونيتور الدي ان اس سيرفر بتاعي اتشيك عليه قايم ولا لا. ممكن ان انا اتست بس تست بسيط، اسمبل كويري اجينست ذيس دي ان اس سيرفر تست كده باس، يبقى انا كده بتست على السيرفر بتاعي قايم ولا لا تمام. ريكيرسيف كويري تو دي اذر دي ان اس سيرفرز تست بس، لان السيرفر بتاعي دلوقتي كونكتد فعلا على الانترنت وقادر يوصل للفوروردر وقادر يوصل للروت هند تمام. ممكن كمان ان انا اتست اراند التست ده كل فتره معينه، بتستو على السيرفر بس مش اكتر يعني. خلاص هو انا دلوقتي على ايه؟ مش على السيرفر، على السيرفر بتست عليه على السيرفر ذات نفسه شغال ولا لا، شغال ولا لا، سواء بتست على السيرفر بتاعك او بتست على بتعمل كويري على سيرفر تاني تمام. اخر حاجه بقى لو انا جيت دلوقتي على مستوى في هنا اوبشن على مستوى الزون، كليك يمين ديليجيت اهو نيو ديليجيشن. ايه ديليجيشن ده؟ ديليجيشن احنا قلنا قبل كده يعني تفويض. سي ان انا عندي برايمري سيرفر وعندي تشايلد تحتيه، عندي ايه يا شباب؟ برايمري وتشايلد تحتيه. بس هفترض ان انا كادمنستريشن ليا اكسس على البرايمري بس، ما ليش اكسس على التشايلد اللي تحتي. مش سامحنش، او بمعنى ده انا اللي شايل البرميشن على نفسي، انا مش عايزه امانج اللي تحتي، او الادمن الكبير مظبط ده برميشن وده البرميشن. المهم ان البرايمري ما لهوش اكسس على مين؟ التشايلد. وفي نفس الوقت انا عايزه اوجه، انا كبرايمري ادمن يعني عايزه اوجه الناس اللي معايا في الليل ان هم يقدروا يدخلوا على الاجهزه بتاعت التشايلد تمام؟ اعمل ايه؟ اقول له نيو ديليجيشن نيكست. طب الديليجيشن الديليجيتد دومين زي مثلا هيبقى اسمه hr.ceta.local، ده انا بحدد له هنا عنوان مين؟ الدومين اللي تشايلد. نيكست. طب الاي بي بتاعه هفترض مثلا 192، هنا بالاي بي 192.168.220 مثلا. تمام؟ طبعا مش هيقدر يرسل في هنا، انا كاتبه حاجه غلط. تمام؟ واديله هنا مثلا اسم ماستر. اوكي. نيكست. فينيش. اخدتوا بالكم ايه اللي حصل هنا؟ في عندي هنا تحت سيتا ظهر هنا شكل غريب، فولدر شكله غريب كده شويه. تمام؟ ده معناه ان اي كلاينت في البرايمري لما يحب يروح ل HR هيروح للسيرفر اللي اسمه ماستر، هيروح للسيرفر اللي اسمه ايه؟ ماستر، اللي الاي بي بتاعه 220. انا هنا بحدد الدومين كنترولر بتاع التشايلد اللي اوريدي عليه دي ان اس سيرفر بتاعهم. واضحه عمليه الديليجيشن؟ ديليجيت بمعنى ان اي كلاينت في البرايمري محتاج ان هو ياكسس مين؟ الاجهزه اللي في التشايلد بالاسم تمام؟
يبقى لازم الكلاينتس بتاعت البرايمري. تمام، عايز تاكسس ايه بقى؟ الاجهزه اللي تابعه للتشايلد بيأكسسها بالاسم، هما ليهم دي ان اس مستقل خاص بيهم. تمام، هتقدر تاكسسه باي ديفولت؟ لا. طب تعمل ايه؟ اعمل ديليجيشن على السيرفر بتاعك ان اي ريكوست هيجي عايز يروح للتشايلد يروح لمين؟ للسيرفر الفلاني اللي هنا ده اللي اسمه كذا. ماشي، وضحت كده؟ خلصنا الدي ان اس الحمد لله.